السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا جوه باص من باصات المدينة، زي ما احنا شايفين النظام والترتيب والمقاعد ونظافة الباص. قبل ما اتكلم عن اي شيء، بصوا في الساعة امام حضراتكم، الساعة كام؟ 4:30 بالضبط، 4:30 ونص دقيقة، اللي هي اللحظة اللي اتحرك بيها، احنا لسه متحركين حالا. إذا الالتزام بالوقت رسالة رقم واحد في المواصلات العامة داخل أي مجتمع من المجتمعات الغربية اللي بتحترم الوقت وبتقدره، حرصا على المصلحة العامة، حرصا على البيزنس، حرصا على الأمور الخاصة بدولاب العمل داخل الدولة ومصالح الناس. وبالتالي الوقت له قيمة في هذا المجتمع. الطالب اللي رايح الجامعة عارف انه طالع راكب الباص، الموظف اللي رايح الشغل عارف انه طالع راكب الباص. زي ما انتم شايفين مفيش غير صوتي انا لاني بسجل الان، وده عادي مسموح، يعني طالما في رسالة تربوية لا نسمع لاحد، الكل فاتح بيقرأ او حوارات جانبية محدودة من السامعين بقى ايه يالا وانت يالا واعمل يالا، وواحد طالع بتاع مبيعات بيستعبط او بيستخف بالناس، وبلطجه وسوء ادب في الخطاب، وحراميه تطلع الباصات تسرق في مجتمعات عجيبه غريبه. هنا الدنيا مرتبه زي ما احنا شايفين، نظافه، المقبض نظيف. لو انا عايز استدعي واوقف بضغط على الزرار ده، عارف انا حاله هدوء. فانت راكب وسيله مواصلات تحترم آدمية الناس. هناك مقاعد لكبار السن والمعاقين احتراما ليهم وتقديرا ليهم، والأطفال يعني ثلاث، حتى اللي معاه حيوانات أليفة كلب أو كذا يستطيع أنه في مكان بيحط فيه الكلام ده. هو في النهاية سيستم، منظومة، مش عبرة يا جماعة. العبرة يا جماعة مش ان انا اروح استورد بساط جديدة شكلها حلو، العبرة بكيف اسير هذه البساط، العبرة باخلاقيات السائق اللي موجود وبيقود هذه المركبة، العبرة باخلاقيات الناس اللي بتطلع وبتشارك، ازاي بتحترم نفسها وتحترم المكان. بصوا هناك، بصوا هنا الكاميرا، العجل ده امام محطة القطارات زي ما احنا شايفين، كل واحد ينزل من القطار بياخد العجلة بتاعته والبسكليتة وياخدها قدامنا، باينة قدام حضراتكم. منظومة جميلة، وده باركنج خاص بيهم بيحطوا فيه الحاجة وبينطلقوا وبيتوكلوا على الله. وده محطة القطارات اللي بتنطلق من أوبسالا إلى ستوكهولم أو إلى أي جهة أخرى. فالشاهد في هذا الكلام، واحنا بنتكلم على احترام ادميه الناس في الوسائل العامه وفي وسائل المواصلات، ان دور الاباء ايضا مهم جدا، لان هم القدوه. الاب هو طالع بيمسك التيكت يوريه للسائق، بيعلم ابنه ازاي يحترم المكان وازاي يقعد في مكانه وازاي يتواصل. مجتمع كله متناغم يريد ان يحقق هدف واحد، وهو انه ينتج ويبقى له قيمه في الحياه ويبقى له نمط حضاري. هل لنا أن نمتلك تلك القيم والخصال ولدينا من المليارات التي تنفق دون طائل ودون فائدة، فنربي أولا تلك القيم داخل الناس في الحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي، ونؤصلها ونطبقها في مجتمع يحترم أدمية الناس، لا يحقر من شأن البشر ولا البشر يحتقر المجتمع. نريد أن نرقى بمجتمعاتنا وبمؤسساتنا، وقبل ذلك نرتقي بأنفسنا. أشكركم وإلى اللقاء في رسالة أخرى قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.